بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئناكم اليوم بدرس جديد، وهو كيفية تصريف الفعل الماضي مع جميع الضمائر، واخترنا لكم الفعل خرج. نبدأ التصريف مع ضمائر المتكلم. ضمائر المتكلم هي أنا. إذا نقول أنا خرجت، أنا خرجت. الضمير الثاني وهو نحن، نحن خرجنا، نحن خرجنا. أعيد، ضمائر المتكلم هي أنا، نحن، أنا خرجت، نحن خرجنا. ننتقل الآن إلى ضمائر المخاطب، وهي أنت، أنت خرجت، أنت خرجت، أنت خرجت، أنت خرجت. أنتما في المثنى، أنتما خرجتما، للمذكر والمؤنث، للمذكر والمؤنث، أنتما خرجتما. الآن الجمع، أنتم خرجتم، أنتم خرجتم، أنتن خرجتن، أنتن خرجتن. إذن ضمائر المخاطب وهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. أعيد التصريف، أنت خرجت، أنت خرجت، أنتما خرجتما، أنتم خرجتم، أنتن خرجتن. ننتقل الآن إلى ضمائر الغائب، هو، هو خرج، هو خرج، هي خرجت، هي خرجت، هما للمذكر، هما خرجا، هما خرجا، هما للمؤنث الآن، هما خرجتا، هما خرجتا، هم خرجوا. أعيد، هم خرجوا، هن خرجنا، هن خرجنا. إذن ضمائر الغائب عزيزي التلميذ هي هو، هي، هما للمذكر، هما للمؤنث، وهم، وهن. إذن أعيد التصريف مع ضمائر الغائب، هو خرج، هي خرجت، هما خرجا، هما خرجتا، هم خرجوا، هن خرجنا. إذن أعزائي التلاميذ، إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وسندرس في الحصة المقبلة إن شاء الله كيفية أو بناء الفعل الماضي، بناء الفعل الماضي.